نور والبركة، النشرة الإخبارية من تلفزيون سما، إليكم أبرز عناوينها. الإرهابيون المرتبطون بالمحتل التركي يقصفون بالمدفعية محيط تل أبيض. الحركة الأسيرة في فلسطين، التصعيد سيصل إلى حد حرق الأقسام والغرف والإضراب عن الطعام. جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا، موسكو تسلم واشنطن ردها بشأن الضمانات الأمنية وتطرد نائب السفير الأمريكي. تواصلت في مراكز التسوية بمحافظات دير الزور والرقة وحلب عمليات تسوية أوضاع المطلوبين من المدنيين والعسكريين، وسط ارتياح كبير بين الأهالي لعودة أبنائهم إلى حياتهم الطبيعية. مكرمة من السيد الرئيس، الله يطول لنا بعمره والحمد لله رب العالمين، وجيت أسوي تسوية ما علي شيء، لكن أريد مثل ما تقول افصح عن حالي انه في شيء او ما اشتغل من هالشيء هذا، وانصح كل الشباب اللي عليهم شيء او ما عليهم يقدمون انه في تسويه. انصح كل الشباب واللي يجوا يعملوا تسويه، انا هاي مكرمه وان شاء الله فصلها بيا. انا جيت تسويت تسويه مكرمة السيد الرئيس، المكرمة أعطانا إياها لتسوية أوضاعنا، وأنصح كل الشباب وأهل محافظة الرقة بيجون يسوون تسوية. معاملتهم معاملة الشباب جيدة جدا، وتسهيل الأوضاع للمدنية أو للعسكرية، ويعني ما في شيء أي صعوبة. مكرمة السيد الرئيس هي، وأنصح جميع المغتربين أنه يجون يسوون يجون على الوطن يسوون التسوية. كل أهالي المنطقة ندعوهم للمصالحة وعفو سيادة الرئيس والمكرمته، الله يوفقه الله يعطيه العافية وكثر الله خيره والقائمين على هذه التسوية. كان أقبال المواطنين أقبالا كبيرة، حيث كان للمجلس ولأعضاء المجلس وللمواطنين الشرفاء وللشيوخ القبائل دور هام في التواصل مع المواطنين في الطرف الآخر لقدومهم إلى هذا المركز وتسوية أوضاعهم، حيث تجاوز أعداد الذين أتوا إلى هذا المركز إلى هذا اليوم أكثر من 3000 مواطن. نفذ الاحتلال الأمريكي إنزالا جويا عبر 3 طائرات مروحية وقوة أرضية برفقة مسلحين من ميليشيا قسد المرتبطة بها، وذلك في بلدة محيميدة غربية دير الزور. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال ومسلحي قسد فرضوا طوقا على المنطقة وداهموا عددا من منازل القرية وخلعوا أبوابها، ما أدى إلى حالة من الرعب لدى السكان، في حين أرسل الاحتلال الأمريكي رتلا إلى قاعدته غير الشرعية في حقل العمر بالتزامن مع تحليق طائرات الاحتلال فوق منازل بلدة شحيل شرقية دير الزور. وفي وقت سابق استهدف مجهولون متزعما في ميليشيا قسد بالقرب من المعبر النهري في شحيل. اعتدت التنظيمات الإرهابية المرتبطة بالمحتل التركي بالمدفعية على قرية خربة بقر بريف الرقة الشمالية، ما تسبب بأضرار كبيرة في منازل الأهالي. وذكرت مصادر محلية أن الإرهابيين قصفوا بالمدفعية القرية جنوب غرب تل أبيض بريف الرقة. ولفتت المصادر إلى أن عددا من الأهالي تركوا منازلهم وهربوا باتجاه الأراضي الزراعية المحيطة لكثافة القصف. قتل أحد متزعمي مرتزقة النظام التركي جراء انفجار عبوة في مدينة الباب بريف حلب، وذلك في إطار استمرار الاقتتال بين التنظيمات الإرهابية. وأشارت مصادر محلية إلى أن عبوة انفجرت بسيارة وسط مدينة الباب، ما أدى إلى مقتل أحد متزعمي التنظيمات الإرهابية التي تديرها استخبارات النظام التركي. وتشهد المناطق التي تحتلها قوات النظام التركي ومرتزقته اقتتالا مستمرا وعمليات تصفية متبادلة جراء خلافات على مناطق النفوذ وتقاسم المسروقات.
يواصل فرع جامعة الفرات في الحسكة تعليق الامتحانات الفصلية وإيقاف الدوام في كليات الجامعة بالمدينة مع استمرار ميليشيات قصد باستيلائها على مقرات كليتي الاقتصاد والهندسة المدنية التي تعرضت للتدمير نتيجة قصفها بطيران الاحتلال الأمريكي بذريعة ملاحقة فارين من سجن الثانوية الصناعية، الأمر الذي بات له تداعيات تعليمية كبيرة تمس جميع الطلاب. مستقبل التعليم الجامعي في الحسكة بات هاجسا عاما لدى الأهالي الذين يترقبون قرار وزارة التعليم العالي بنقل الدوام الجامعي إلى محافظات أخرى مع استمرار ميليشيا قسد بالتعنت بالاستيلاء على الكليات ومحتوياتها. ويتهم الأهالي الميليشيا بالسعي لتدمير التعليم الجامعي بعد التأثير الكبير على التعليمين الأساسي والثانوي بما يهدد مستقبل طلاب المحافظة. مبيعات الجامعات إلى التلاميذ لأنه حتى هم أبناء قصد نفسهم هم عم يدرسون في مدارسنا، فإن كان هم مو مقتنعين بهالمسألة خلي يدرسون أبنائهم بجامعات أخرى، فهذه الجامعة الوحيدة المعترف عليها. أكبر ظلم أنه قضوا على هالجامعات، حرام عليهم، أكبر حرام أنه هالجامعات. طيب هاللي هدم واللي له هدف بتهديم هالبلد كأنه من بلد أو برات البلد، إيش له غاية غير أنه تخريبها؟ معناته هو عدو هالبلد. تدمير العلم يراد به تجهيل الشعب، وتجهيل الشعب بوتقتهم ضمن الأعمال العسكرية وخندقتهم ضمن المجموعات الموالية للاحتلال الأمريكي. نحن نطالب جميع الفصائل المسلحة بالخروج من أراضينا، أراضي الجمهورية العربية السورية، هذا أولا. ثانيا نطالب تحييد التعليم بشكل خاص لأن العلم هو للجميع. نطالب إعادة بناء الجامعات لأولادنا، وبنفس الوقت كمان طلابنا بالابتدائي يرجعون على مدارسهم وهكذا. احنا نطالب بالدرجة له الصرح، التعليم صرح، ما يجوز المساس فيه نهائيا 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 نهائيا. ويتخوف الأهالي من تسبب ممارسات الميليشيا بنقل الدوام الجامعي إلى محافظات أخرى، وهو ما سيحملهم أعباء مادية إضافية ويبعد أبنائهم عن محافظاتهم. بالنسبة للمسروقات قصد هي أخذتها بقوة السلاح، وهي مو بس المسروقات، أخذوا الأثاث أو غيره، سرقوا النفط وسرقوا القمح وسرقوا، طبعا هو بأوامر أمريكية قبل حاولوا وما فشلوا وما قدروا يستولوا على الجامعات، وبدهم يدمرون هذا الجيل من خلال استهداف العلم ومن استهداف أبناء هذه المحافظة. السيطرة على الجامعات وتهديم الجامعات يعني أمر واضح بأنه تخريب متعمد، وهذا التخريب عمال يؤدي إلى أنه شبابنا وطلابنا عم يعانوا كتير، لأنه إذا بدنا نروحوا على دير الزور، نفرض أنه راحوا على دير الزور، دير الزور بده طالب بده 50,000 100,000 كلفة ذهابه وإيابه، يعني الأمر شاق وصعب جدا على أطفالنا على أبنائنا وطلابنا. موضوع إغلاق الجامعات في محافظة الحسكة هذه عملية نحن نستنكرها، لأنه هذه زادت من أعباء هذه المحافظة وزادت من التكاليف المادية والمعنوية، ونتمنى من الجهات والمنظمات الدولية وجود حل مناسب لهذه الجامعات. ترفض ميليشيا قسد تسليم كليتي الهندسة المدنية والاقتصاد ومحتوياتها مع الاستغناء عن أحد المدارس الثانوية التي تستولي عليها لتكون بديلا غير منطقي للكليات، وهو ما قد يكلف المحافظة نقل الطلاب إلى محافظات تتوفر فيها مقومات التعليم لإتمامه. أيهم مرعي لقناة سما، مدينة الحسكة. نفذت مجموعة من القاذفات الروسية طويلة المدى 222M33 طلعات في المياه الإقليمية بالبحر المتوسط منطلقة من قاعدة حميميم على السواحل السورية.
أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل ما يسمى بوالي الأنبار في تنظيم داعش الإرهابي غربي البلاد، وذكر المصدر أن المدعو أبو ملوكة قتل بضربة جوية نفذتها قيادة العمليات المشتركة في صحراء الرطبة بالأنبار، وذلك بعد ملاحقة استمرت لأكثر من عامين بين نينوى والأنبار، فيما أضاف أن هناك قيادات أخرى تتم متابعتها من قبل الاستخبارات العسكرية وستنفذ ضربات أخرى خلال الفترة المقبلة. أعلنت حركة الأسيرة الفلسطينية أن الجمعة سيكون يوم غضب ضد قرارات إدارة السجون، وبيّنت الحركة أن حالة من التصعيد والغليان تعيشها سجون الاحتلال، وأشارت الحركة إلى أنها تواجه تصعيد الاحتلال بوحدة حال لم يسبق لها مثيل، مضيفة أن إدارة السجون الاحتلال قررت منع الأسرى من رؤية بعضهم البعض، فيما ردوا برسالة مفادها أن التصعيد سيصل إلى حد حرق الأقسام والغرف والإضراب عن الطعام. أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن بلاده مستعدة لفعل كل شيء من أجل السلام في دونباس في إطار الاتفاقات التي يمكن أن يتوصل إليها رئيسي روسيا وأوكرانيا، فيما أكد أن الاعتراف بدونباس سيكون قرارا مشتركا مع روسيا. بالمقابل ذكر الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين لم يرد حتى الآن على طلب مجلس الدوما الاعتراف بجمهوريتي دونتسك ولوغانسك، لكنه أخذه بعين الاعتبار. هذا ووجه نواب مجلس الدوما الروسي طلبا إلى بوتين للاعتراف باستقلال جمهوريتي دونتسك ولوغانسك واستمرار الأزمة في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا. أسقطت القوات الشعبية في جمهورية لوغانسك طائرة بدون طيار تستخدمها القوات الأوكرانية لتصحيح نيران المدفعية، وفي وقت لاحق جددت القوات الأوكرانية قصف أحياء سكنية ومواقع في جمهوريتي دونتسك ولوغانسك بقذائف الهاون، وبهدف حماية السكان المدنيين وجدت قوات الأمن نفسها مجبرة على الرد بإطلاق النار. بدوره أوضح جهاز الشرطة في دونتسك أن الأوضاع على خطوط التماس تأزمت بشكل حاد، حيث بدأ الجيش الأوكراني أعمالا عدوانية نشطة. زعم الرئيس الأمريكي جو بايدن أن خطر اجتياح روسيا لأوكرانيا عال جدا والهجوم ممكن في الأيام المقبلة. بالمقابل أكد الأمين العام للناتو بنس ستولنبرغ أن الحلف يواصل دعم القدرات العسكرية لأوكرانيا ويستمر في الوقت ذاته ببذل جهود دبلوماسية لتسوية الأزمة حولها. من جانبها نشرت الخارجية الروسية ردها على رسالة واشنطن بشأن الضمانات الأمنية بالتزامن مع إعلان السفارة الأمريكية في موسكو أن روسيا طردت نائب السفير الأمريكي لديها. هل تقد طبول الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟ ذاك سؤال الساعات الأخيرة نتيجة ما حملته الأحداث من تطورات ولا إجابة حتى الآن. فمن حشود عسكرية وتحركات ميدانية متسارعة من قبل أطراف الأزمة إلى استنفار دبلوماسي في طريق البحث عن خفض التصعيد، وبين التصعيد والحراك السياسي يحبس العالم أنفاسه لما ستؤول إليه تطورات الساعات المقبلة. تؤكد روسيا أن لا خطط لها لغزو أوكرانيا، وتعتبر مطالب الغرب بسحب قواتها من مناطق معينة داخل أراضيها غير مقبولة. لا تبدو هذه التأكيدات مقنعة لواشنطن ومن خلفها حلف الناتو. يقول الرئيس الأمريكي إن خطر اجتياح روسيا لأوكرانيا عال جدا والهجوم ممكن في الأيام المقبلة، ويعتبر الأمين العام لحلف الناتو أن الحشد العسكري الروسي حول أوكرانيا هو الأكبر منذ عقود. الناتو لا يقول أن الهجوم سيحدث بشكل نهائي، ولكن بناء على معلوماتنا من الممكن أن يحدث الهجوم في أي وقت. الدبلوماسية هي الباب الذي يقول الجميع إنه يريد الدخول منه. تطلب موسكو جلسة لمجلس الأمن حول مدى تقيد كييف باتفاق مينسك الموقع عام 2015،
جلسة متزامنة مع قرار الروسي بطرد نائب السفير الأمريكي بارتل غورمان. سلطات كييف لا تخفي أن تنفيذ اتفاقات مينسك ليس ضمن مخططاتها، وهي لا تبدي رغبتها في الحوار المباشر مع ممثلي دونيتسك ولوغانسك. لدى موسكو أسس للاعتقاد بأن كييف لا تعتزم تنفيذ اتفاق مينسك. روسيا تريد منا أن نصدق أن أوكرانيا تشكل تهديدا، وهي في ذات الوقت تعمل على حشد أكثر من 150 ألف جندي على الحدود معها وفي القرم، يقول وزير الخارجية الأمريكي أمام مجلس الأمن. ويعتبر أن التهديد الأكثر إلحاحا للسلام والأمن هو العدوان الروسي الذي يلوح في الأفق ضد أوكرانيا. روسيا تمضي نحو الحرب وتتخذ إجراءات عسكرية وتسعى لتبرير العدوان على أوكرانيا. هي تقول إنها تسحب قواتها من الحدود مع أوكرانيا، لكننا لا نرى ذلك يحدث على الأرض. وجهت رسالة لوزير الخارجية الروسي لاقتراح عقد اجتماع لبحث المسار الدبلوماسي لحل الأزمة. تضع موسكو خطوطا حمرا أمام ضم أوكرانيا إلى الناتو، لأن عضويتها ستجعلها تستفيد من بند مهم في اتفاقية الحلف، وهو بند الدفاع المشترك الذي يفرض على أعضائه التدخل في حال الاعتداء على الآخرين فيه. أعلنت الدفاع الروسي عودة أول وحدة من قواتها المشاركة في المناورات المنفذة مؤخرا إلى مواقع مرابطتها الدائمة. هذا وكانت المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية أعلنت عودة 10 أرتال عسكرية تحمل معدات ثقيلة وخطيرة من شبه جزيرة القرم إلى قواعدها بعد أن أكملت تدريباتها هناك. بالتوافق مع خطة تدريب القوات المسلحة الروسية، تعود التشكيلات والوحدات العسكرية التي نفذت مهامها التدريبية في الميادين إلى مراكز مرابطتها الدائمة. وصلت الوحدات الأولى إلى حامياتها العسكرية، ووصلت وحدات الدعم المادي التقني للمنطقة العسكرية الغربية بعد أن سارت 700 كيلومتر إلى مراكز المرابطة الدائمة. وافق مجلس الشيوخ في برلمان كازاخستان على مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية التعاون العسكري مع روسيا، ليحال القانون إلى رئيس البلاد للتوقيع عليه. وتهدف بنود الاتفاقية إلى تنفيذ التعاون العسكري في التخطيط المشترك لاستخدام القوات من أجل ضمان أمن الدول ومواجهة التحديات والتهديدات. هذا ووقع وزير الدفاع في البلدين الاتفاقية أواخر العام 2020 في نور سلطان لتحل محل اتفاقية مماثلة كانت قد أبرمت بين الجانبين عام 1994. أما نعم مشاهدين، فإليكم آخر أخبار الاقتصاد وخالد حسواني. مساء الخير خالد. مساء النور وفاء، يعطيك العافية. أهلا بكم مشاهدينا إلى النشرة الاقتصادية. تبعات تعديل القانون الناظم لإنتاج وتداول الأسمدة والمبيدات على طاولة غرفة صناعة دمشق وريفها. وزارة الزراعة تطرح فرصة استثمارية زراعية جديدة لإقامة المجففات للذرة الصفراء. من جديد، عقدت غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماعا لمناقشة تبعات تعديل القانون رقم 18 لعام 2004 الناظم لإنتاج وتداول الأسمدة والمبيدات والأدوية البيطرية وتأثيره على مخرجات الصناعة. هذا واستعرض الحضور آثار تعديل مواد القانون رقم 18 وانعكاس ذلك سلبا على القطاع الزراعي وقطاع مربي الثروة الحيوانية، كما طالب الحضور بإشراكهم في عملية اتخاذ أي قرار حكومي، مطالبين بإلغاء الباركود الذي يشكل عبئا ماليا كبيرا على الصناعيين، مؤكدين أن ارتفاع ثمن اللصاقة سيدفع الصناعي لرفع سعر العبوة بمقدار 400 ليرة، وبالتالي رفع سعر الدواء وتأثير ذلك على الفلاح بالدرجة الأولى. اليوم نحن مجتمعين مع عدد كبير من مصنعي الأسمدة والمزيبات أن صدر قانون رقم 18 هذه السنة لرفع لصاقة
كان سعره 5 ليرات لنقابة المهندسين الزراعيين أصبح سعره يتراوح من 200 إلى 400 ليرة حسب ما يقولون الصناعيون. هذا المبلغ قد نرى أنه مبلغ صغير ولكنه ليس صغير، يصل إلى مئات الملايين من الليرات تذهب إلى جيبة نقابة المهندسين. على حساب من؟ أولا المصنع يخف بيعه بسبب غلاء الأسعار، لأن هذا المنتج أولا سيضع عليه عبء كبير، والعبء الأكبر بكثير هو على الفلاح. المنتجين أبدوا وبينوا المشاكل الناجمة من هذه الزيادة الكبيرة والمضاعفة في كلفة هذه اللصاقة لصالح نقابة المهندسين الزراعيين. بالحقيقة الانعكاس السلبي والأثر الكبير على الأخوة الفلاحين والمزارعين وعلى مربي الطيور والدجاج وأيضا الأغنام والأبقار، لأنه أصلا هناك ضعف أساسي في هذا القطاع. أهم مطلب هو مشاركة القطاع الخاص بالقرارات قبل اتخاذها مو بعد اتخاذها. يعني مو نحن بنلاقي القطاع الخاص بلاقي حاله دائما متفاجئ، دائما بس عم يركض مشان يعدل مشان يشذب هالقوانين هيك. طرحت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي فرصة استثمارية زراعية جديدة لإقامة المجففات للذرة الصفراء في محافظات حلب والرقة وحماة ودير الزور. وأوضح الدكتور أحمد دياب مدير الاقتصاد الزراعي أن الوزارة تسعى للتوسع في زيادة المساحات المزروعة بالذرة الصفراء لتأمين الحاجة المحلية منها باعتبارها مادة أولية تدخل في خلطة المواد العلفية وتؤثر بشكل مباشر في أسعار العديد من المواد الغذائية في الأسواق المحلية، فضلا عن تخفيف تكاليف استيرادها، مؤكدا أن إقامة هذه المنشآت ستشجع الفلاحين على زراعة المحصول كونها تسهل عملية تجفيفه وتزيد من جودته وتحسن من قدرته التسويقية، وذلك نتيجة صعوبة التجفيف بالطريقة التقليدية. باع فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في السويداء نحو 6 أطنان من بذار البطاطا الأجنبية المستوردة والمحلية لتأمين احتياجات المزارعين منها، وذلك لزراعة العروة الربيعية للموسم الحالي. وذكرت المهندسة سلاف السعد مديرة فرع المؤسسة أن الكميات المباعة جاءت بناء على طلب الاكتتاب على شرائها المقدمة من المزارعين وفقا لوثائق الترخيص الزراعي لديهم والصادرة عن مديرية الزراعة. ولفتت السعد إلى أن الفرع يواصل عمليات التجهيز لزراعة 113 بيتا شبكيا ضمن خطة المشروع الوطني لإكثار بذار البطاطا للموسم الحالي، وذلك بعد تخصيص موقع بقرية المتونة بريف السويداء الشمالي على مساحة 100 دونم. كشفت الإحصاءات المبدئية الواردة إلى هيئة الإشراف على التأمين أن إجمالي أقساط سوق التأمين السوري لعام 2021 نحو 90 مليار ليرة، وذلك بمعدل نمو وصل إلى 84% عن عام 2020، والذي بلغت أقساطه 49 مليار ليرة، في حين بلغ إجمالي التعويضات المسددة من الشركات 49.5 مليار ليرة سورية، وبمعدل نمو بلغ 91.52% عن عام 2020، والذي بلغ نحو 25 مليار و800 مليون ليرة سورية. وبيّن المدير العام للهيئة رافد محمد أنه بتدقيق الإحصاءات يمكن لحظ وجود تحسن كبير في أقساط التأمين وتوزع أفضل بقليل في محفظة الأقساط على الفروع كافة، ما يعكس تحسنا طرأ على بعض الفروع. ولفت إلى أن حصة التأمين الإلزامي على السيارات بلغ نحو 25% من إجمالي الأقساط، في حين بلغت حصة التأمين الصحي 38% ونسبة تأمين السفر 7% والنقل 6% من إجمالي الأقساط. يواجه عمال معمل أحذية مصياف في حماة مخاطر عالية مرتبطة بطبيعة العمل لا تقبلها الضمانات الصحية اللازمة، إضافة إلى ملغصات أخرى كضغط العمل وغياب التدفئة وانخفاض قيمة الوجبة الغذائية وغيرها. لسنوات كان معمل أحذية مصياف هو المؤسسة العامة الوحيدة من نوعها بعد خروج معامل الأحذية في درعا وريف دمشق عن الخدمة. بإمكاناته المتواضعة نجح المعمل خلال 2021 بتحقيق مبيعات تجاوزت 6 مليارات،
لكن هذا الواقع لا يعكس ما يعانيه العمال هناك وما يواجهونه من مخاطر صحية جمة بلا ضمانات كافية أو اعتبارات لطبيعة العمل. نحن كعمال نفتقر إلى طبيعة العمل، يعني نحن بحاجة، نحن طبيعة العمل عندنا وشايفين أنتم الصالة مغلقة بالشتاء، يعني ما في أي تهوية، ولا بالصيف ما في تهوية إلى والتدفئة كمان نحن نفتقر إلى. فطبيعة العمل نحن عندنا روائح كيميائية شديدة الخطورة، والكل نحن ما نتعرض لها كونه صالة مغلقة. أنا انصبت بهذا المعمل، راح صوتي بالمعمل، انصبت بالصرنيخ والرصاص. يا هل ترى ممكن انا اطلع ما عندي ضمان صحي بعد المستقبل؟ أغلبية العالم عم تطلع عندنا دائما عم يكون مع امراض، يعني ممكن في عالم توفت بالسرطان يعني ناتج عن العمل الموجود وعن الروائح وعن المواد الموجودة بالمعمل بشكل عام. علاوة على الواقع الصحي فهنالك ساعات العمل الطويلة وظروفه الضاغطة، إضافة إلى افتقاره للتدفئة، وكذلك انخفاض قيمة الوجبة الغذائية التي لا تكفي لشراء بيضة كما يقول العمال. مطالبنا نحن كوجبة غذائية، وجبة غذائية هلق عن تعدى شي 300 ليرة، 300 ليرة ما بتجيب بيضة. لا تبعت عمال لا تدفئة والشغل كتير كتير قاسي. مطالبنا بدها تكون يعني زيادة الوجبة الغذائية، تدفئة، تثبيتنا نحن بما أننا نحن قلنا هلا 3 سنين 4 سنين مانا مثبتين، من حقنا أن نطالب بالتثبيت. التأمين الصحي بعد التقاعد يضل مستمر. طلبة يعدلونا الوجبة الغذائية ما بتكفي، 300 ما زيادة، يعني ما نروح ما نجي على الدوام لهون ما نطلع للمساء. نتمنى يرجع شيء اسمه اختصاص الفنية. بصراحة حرم هذا الاختصاص من العمال الفنية منذ حوالي عام 2009، يعني أتمنى فعلا أنه يرجع هذا الاختصاص، خاصة أنه المعمل يعني المعمل هو بيقوم على الاستقرار الفني، طالما ما في استقرار فني معناته ما في استقرار إنتاجي. على المستوى الإنتاجي فإن المعمل يواجه منغصات أخرى كحاجته إلى اليد العاملة وضرورة تحديث الآلات، وهي جزء من مطالب ندي بها منذ فترة خلال المؤتمر السنوي لنقابة عمال النفط والمواد الكيماوية في حماة. مشاهدينا، اخبار الاقتصاد انتهت، وعودة الى وفاء. شكرا، يعطيك العافية. اهلا بكم. يستمر فرع الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي بدير الزور بعملية تسليم القروض الطلابية للعام الدراسي 2021-2022، حيث بلغ عدد الطلاب المستفيدين من مختلف كليات ومعاهد جامعة الفرات ما يقارب 63 قرضا. ضمن منظومة الدعم الاجتماعي الذي تقدمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي ظل الظروف المعيشية الصعبة وبهدف التخفيف من ذوي الطلبة، يستمر فرع الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي بدير الزور بعملية تسليم القروض الطلابية للعام الدراسي 2021-2022، حيث بلغ عدد الطلاب المستفيدين من مختلف كليات ومعاهد جامعة الفرات ما يقارب 63 قرضا. تم الإعلان عن القرض الشهري للعام الدراسي 2021-2022، طبعا بلغ عدد المتقدمين للفرع 63 طالب من مختلف كليات ومعاهد جامعة الفرات. تم قبول كافة المتقدمين. بدأنا حاليا بصرف الدفعة الأولى من القرض بعد أن يقوم الطالب باستكمال بعض الثبوتيات الخاصة بنظام العمليات المصرفية للقرض الطلابي. العام الحالي هو من الأعوام المميزة بالنسبة لطلاب جامعة الفرات بعد مكرمة قائد الوطن للطلاب بشكل عام، حيث تم تقديم كافة التسهيلات لطلاب الجامعات وإعفائهم من كافة الفوائد والطوابع، مما سهل على ذوي الطلبة من أعباء المصاريف الجامعية. أنا طالبة هندسة بترول، تقدمت للقرض الشهري بهدف تخفيف الأعباء الدراسية في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار. إجراءات القرض جدا سهلة، ونتمنى زيادة القرض في الأعوام القادمة. أنا طالب بجامعة الفرات، تقدمت للقرض الشهري
في ظل ارتفاع الأسعار وإجراءات القرض كانت جدا سهلة جدا. أنا طالبة في جامعة الفرات كلية العلوم، تقدمت للقرض الشهري وحاليا بعد صدور الأسماء المقبولين جهزت أوراقي لاستلام المبلغ القرض. فرع الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي بدير الزور يسعى بدراسة مزيد من القروض الطلابية للوصول إلى الطلاب الأكثر احتياجا من خلال استبيان الطلاب في جامعة الفرات بكافة فروعها. أما الآن مشاهدينا فإليكم آخر أخبار الرياضة ومخلوف النعمي. مساء الخير كابتن. مساء الخير يا وفاء، شكرا لك. حياكم الله مشاهدينا، البداية كالعادة العناوين. في البطولة العربية 24 لكرة السلة، المنتخب اللبناني يتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه بفوزه بالنهائي على المنتخب التونسي. في دوري أبطال أوروبا، ليفربول الإنجليزي يعود من الأراضي الإيطالية بفوز مهم على إنتر ميلان بثنائية ليضع قدما في ربع النهائي. أهلا بكم من جديد. توج المنتخب اللبناني بلقب البطولة العربية 24 لكرة السلة المرة الأولى في تاريخه بفوزه في المباراة النهائية على نظيره التونسي بفارق 3 نقاط في قاعد نادي النصر الإماراتي في دبي. ويدين منتخب لبنان بفوزه إلى نجمه وائل عرقجي صاحب 22 نقطة و7 تمريرات و7 متابعات، فيما أضاف القائد علي حيدر 16 نقطة و8 متابعات وسيرجو درويش 14 نقطة و9 متابعات. ومن جانب تونس كان محمد حددان الأفضل مع 18 نقطة، وأضاف عمر عباتي 17 نقطة و6 متابعات، فيما افتقدوا لأبرز لاعبيهم هم صالح الماجري ومكرم بن رمضان ومايكل رول المجنس، لينتهي اللقاء بواقع 72 نقطة مقابل 69. وهذا هو اللقب الأول العربي للمنتخب اللبناني بعدما حل وصيفا لمصر بطلة نسخة عام 2010 التي أقيمت في لبنان. أهلا بكم من جديد. تعتبر متلازمة النفق الرسغي من أبرز المشكلات الصحية التي تؤثر على اليد، والتي تحدث نتيجة انضغاط العصب المتوسط في منطقة النفق الرسغي، مسببة بذلك مجموعة من الأعراض المزعجة كوخز وتنميل اليد. التقرير التالي يسلط الضوء على أسباب الإصابة ويستعرض أهم السبل المتاحة لعلاج هذه المتلازمة. قد يطرح عليك الطبيب الكثير من الأسئلة ويجري واحدا أو أكثر من الفحوصات لتحديد ما إذا كان لديك متلازمة النفق الرسغي. قد تشعر ببعض الوخز والخدر في أصابعك أو يدك، شعور يشبه مرور تيار كهربائي في الأصابع. ينتقل هذا الشعور من الرسغ إلى الذراع. عادة ما تحدث هذه الأعراض أثناء الإمساك بمقود السيارة أو الهاتف أو الجريدة، ويشيع أيضا حدوثها في الليل، وقد توقظك أثناء النوم، أو قد تلاحظ الخدر عند الاستيقاظ في الصباح. يلجأ معظم الأشخاص لهز اليد كمحاولة منهم للتخلص من هذا الإحساس، ومع الوقت قد يصبح إحساس الخدر موجودا دائما. من المحتمل أن تشعر بالضعف في يدك وتسقط الأشياء، وهو ما يحدث نتيجة خدر اليد أو ضعف عضلات الإبهام القابضة والتي يسيطر عليها العصب المتوسط. يراجع طبيبك نمط الأعراض التي لديك، وإذا كنت تعاني من كل ما سبق فأنت مصاب بمتلازمة النفق الرسغي. لا توجد طريقة مثبتة للوقاية من هذه المتلازمة، إلا أنه يمكن تقليل الإجهاد عن يديك ورسغيك بعدة طرق، كتقليل قوة الضغط وإرخاء قبضة اليد وأخذ فترات استراحة قصيرة متكررة وتجنب ثني رسغك بشدة للأعلى أو للأسفل، والحرص على أن يكون مؤشر حاسوبك مريحا ولا يؤثر بشدة على الرسغ، إضافة إلى إبقاء اليدين دافئتين. عادة ما تتطور متلازمة النفق الرسغي بشكل تدريجي، وفي حال لم يتم البدء في العلاج مبكرا يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الأعراض، وقد تساهم العلاجات الطبية غير الجراحية في تخفيف الأعراض بشكل كبير كالأدوية المضادة للالتهاب وحقن الكورتيزون والجبائر أو الدعامات، إلا أن العمل الجراحي يعد من أكثر الطرق كفاءة في علاج متلازمة
يمكن نفق الرسغي، ولكن يلجأ الأطباء عادة إلى هذا الخيار في الحالات الشديدة، وخاصة تلك التي يحدث فيها ضعف اليد أو الحالات التي لم تستجب للطرق العلاجية الأخرى. لذا تعتبر زيارة الطبيب ضرورية تجنبا لحدوث تلف دائم بالأعصاب والعضلات في حالة عدم تلقي العلاج. إلى العناوين. الإرهابيون المرتبطون بالمحتل التركي يقصفون بالمدفعية محيط تل الأبيض. الحركة الأسيرة في فلسطين، التصعيد سيصل إلى حد حرق الأقسام والغرف والإضراب عن الطعام. جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا، موسكو تسلم واشنطن ردها بشأن الضمانات الأمنية وتطرد نائب السفير الأمريكي. شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.